أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة المركزة لتعليم كيفية استخدام البريد الإلكتروني والإنترنت. طبعا البريد الإلكتروني والإنترنت مهم جدا لكل شاب ولكل تقني ولكل شخص في الحياة الاعتيادية بعد ما أصبحت الحياة تعتمد بشكل كبير على الإنترنت. وطبعا البريد الإلكتروني هو مفصل مهم من مفاصل الإنترنت، وضروري الشخص أنه يتعلم كيفية استخدام البريد الإلكتروني حتى يعتمد بحياته اليومية أو بحياته الوظيفية في الشركات والمؤسسات. طبعا توجد أنواع كثيرة للبريد الإلكتروني، يوجد بريد إلكتروني ياهو وبريد إلكتروني جيميل وطبعا هوت ميل تابع لشركة مايكروسوفت، وبريد إلكتروني تابع لسيرفرات مثلا بريد إلكتروني info@ مثلا bahaworld.com وهكذا. أشهر وأفضل والأهم أنواع البريد الإلكتروني هو الجيميل، والجيميل طبعا تابع لشركة جوجل. وحتى نستخدم البريد جيميل نذهب إلى جوجل، فقط نكتب بالمتصفح جوجل، راح تظهر لنا هذه اللوحة، نجي إلى تسجيل الدخول، هذه تسجيل الدخول. طيب طبعا بعد ما نضغط على تسجيل الدخول راح تطلع لي هذه النافذة وراح يطلب من عندي البريد الإلكتروني. دخل البريد الإلكتروني الخاص بك اللي هو جيميل. طبعا اذا ما عندك حساب تجي تضغط على انشاء حساب، ومن ثم تختار لنفسي حساب سهل وخطوات سهلة تسوي لك جيميل خاص بك، ومن ثم طبعا تضغط على التالي. راح يطلب من عندك كلمة المرور، دخل كلمة المرور ومن ثم التالي، تنتظر الى ان يتم استخدام البريد الالكتروني بشكل كامل. طيب الان طبعا راح تظهر لك بهذه المنطقة الصورة، وتطلع لك هنا طبعا مجموعة من النقاط هذه، وعدك هنا صور وعدك هنا جيميل. اذا اجي اضغط هنا على الصورة طبعا اقدر هنا اخلي صورة خاصة بي، واذا اجي اضغط هنا على هذه المنطقة عدي هنا مجموعة من التطبيقات، راح نحاول نشرح التطبيق الاجزاء المهمة بها. طيب نجي الى الجيميل، طبعا ايضا نقدر هنا بهذه المنطقة نجي الى جيميل، نفتح الجيميل، ننتظر راح يتم فتح الجيميل. طيب الآن تم فتح الجيميل، عندنا هنا على اليمين أو على اليسار حسب استخدام الحاسوب. إذا أجي أضغط هنا على هذا الخيار اللي هو إنشاء، إنشاء يعني معناها إنشاء رسالة، إلى طبعا راح أكتب البريد الإلكتروني اللي أنا أريد أرسل له الرسالة، مثلا راح أختار البريد الإلكتروني هذا، ممتاز. الموضوع مثلا تحية، وطبعا هنا تكتب الرسالة، الرسالة اللي أنت تريدها مثلا بهذا الشكل، تحية طيبة. طيب الآن طبعا عندنا هنا جوا مجموعة من الخيارات، وعندنا هنا طبعا حذف، تقدر تحذف الرسالة، تقدر هنا مثلا البسملة، تقدر مثلا ممكن تعطيها لون، ممكن تعطيها تنسيق، تنسيقات، أيضا تقدر مثلا هذه البسملة تعطيها مثلا لون أحمر، تحية طيبة مثلا تقدر تعطيها لون أو أخضر، تقدر تغير حجمهن يعني كلهن ذني، تقدر تضغط على Ctrl A وطبعا تختار حجم كبير مثلا بهذا الشكل. أيضا طبعا تقدر تضيف صورة من خلال تضغط على هذا المرفق أو تضغط على هذا الخيار اللي هو إدراج صورة، وطبعا تجي لها تحميل من جهاز الكمبيوتر. جيد طبعا بعد ما انضافت هذه الصورة مثل ما نلاحظ هنا أنا طبعا تقدر تصغر حجمها، خليها بهذا الشكل، ممكن أصغر بهذا الشكل. إذا عندك ملف تريد ترفقه، يعني عندك مثلا ملف آخر تريد ترسله، مثلا تجي تضغط على هذا الخيار وتختار الملف اللي يعجبك، سواء مثلا راح أختار هذا الملف اللي هو الأوديو، أنتظر شوية، صارت عندي هذه الرسالة بها نص وبها صورة وبها ملف. إذا أرد أحذف هذا الملف أضغط على هذه الخيار اللي هو إزالة المرفق. أيضا عندنا هنا الرموز التعبيرية، وطبعا عندنا هنا تفعيل إيقاف الوضع السري. طبعا هاي كلها مو مهمة، أهم شيء عندنا هاي الخطوات اللي إحنا شرحناها. أجي أضغط على إرسال بهذه الطريقة، راح أنتظر راح تطلع لي تم إرسال الرسالة بهذه المنطقة، وحتى أتأكد إنه الرسالة تم إرسالها أجي إلى البريد المرسل، راح ألقى أنه رسالة واحدة، هذه الرسالة بها صورة وبها مرفق اللي هو الأوديو وبها هذا النص. أجي لهنا
راح أفتح الرسالة راح أشوف إنه هذه الأمور تمام. طبعا بسيط جدا استخدام البريد الإلكتروني، ومهم جدا جدا استخدام البريد الإلكتروني في الوظيفة. طيب بعد ما تعلمنا على استخدام البريد الإلكتروني راح نجي نرجع إلى جوجل، راح نشرح بعض الأمور الإضافية. طبعا هنا أنا طلعت لتسجيل دخول لأن ما حفظت المعلومات، نرجع نعيد تسجيل الدخول بشكل سريع. جيد، بعد ما سويت تسجيل دخول أجي هنا على هذه النقاط، عندنا هنا مجموعة من الخيارات. أول شيء هنا عندي حسابي اللي أنا أقدر من خلاله طبعا أتحكم به. طيب مثل ما تشاهدون هنا طبعا هذا حسابي، أقدر أغير الصورة، مثلا راح أختار أنا هذه الصورة، إضافة صورة مثلا، تحميل، إضافة صورة مثلا، راح اختار هذه الصورة بهذا الشكل. طبعا بعد ما خلصت الصورة راح تطلع لي هذه النافذة، واضغط على حفظ الملف الشخصي وراح يتم تغيير الصورة. ايضا هنا اقدر اغير اسمي واتحكم بالاسم من خلال المعلومات الشخصية. عندي هنا اقدر اخلي الاسم والمواليد والجنس وهكذا، مجموعة من الامور اقدر انا اغيرها، امور بسيطة جدا. طيب راح اجي اضغط على هذا الخيار مره ثانيه. عرفنا انه هنا من خلال هذا اول جزء من خلاله نقدر احنا نغير معلومات البريد الالكتروني. هنا عندنا طبعا بحث، راح نقدر نبحث ب راح يطلع لي السيرش. جيد، ايضا عندنا هذا الجزء اللي هو خرائط، طبعا مهم كلش خرائط وضروري تعرف، لان انت تقدر من خلاله تستعرض اي خريطه، مثلا بغداد العراق. مباشرة تضغط على بغداد راح يطلع لك هذه خريطة بغداد، تقدر تتبحر بها. هنا طبعا عندنا خريطة رسمية أو خريطة رسومية، وهنا عندنا طبعا خريطة بارومترية اللي هي تقدر من خلالها تشاهد المدينة، طبعا حسب سرعة الانترنت مثل ما تلاحظ هنا تقدر تشاهد الخريطة بشكل دقيق من خلال البحث، وطبعا سهلة جدا اللي هي جوجل ماب. طيب تعرفنا على هذه أول خيارات. عندنا هنا طبعا يوتيوب، ويوتيوب غنية عن التعريف، الكل يعرفون يوتيوب. أقدر من خلال هذا الجزء أذهب إلى يوتيوب وأبحث وأستعرض بمنصة يوتيوب. هنا طبعا جهات الاتصال اللي هو الأسماء اللي محفوظات أو مربوطات بالتليفون، يعني هذا الجيميل إذا أنا فاتحة بالتليفون راح يخزن معلومات جهات الاتصال بهذه المنطقة. عندما أضغط عليه هنا طبعا هنا راح يطلع لي جهات الاتصال، بما أنه أنا هذا الجيميل جديد ما بي جهات اتصال. طبعا التشات هنا يعني ما اعتقد احد يستخدمه. عندنا هنا الدرايف، الدرايف مهم جدا وضروري جدا الدرايف. اجي اضغط هنا على الدرايف، وطبعا هذا هو جوجل درايف، عبارة عن يعني حاسبة اقدر اخزن بها المعلومات. عندي هنا جديد، اجي اضغط على جديد، عندي مجموعة من الخيارات، وعندي هنا ايضا مجموعة من الخيارات. طيب نجي على اول وحدة اللي هو مجلد، مثلا راح اسميه ارشيف بهاء، ومن ثم انشاء مجلد. بهذه الطريقة صار عندي مجلد كأنما حاسبة وجاي اخزن بها المعلومات. هذا المجلد اريد ارفع به صورة، اجي الى جديد، تحميل ملف، اخزن هذه الصورة، انتظر هنا لان يتم تخزين الصورة، اغلق، الاحظ ان الصورة تم تخزينها. جيد انه هنا تم تحميل الصورة بشكل مباشر. طيب اذا اجي هنا على تحميل مجلد، ايضا اقدر احمل مجلد، هذا المجلد راح يجي بشكل مباشر من الحاسوب. يعني مثلا اذا اجي هنا على مجلد واختار مجلد، مثلا راح اختار هذا المجلد اللي هو لوحات، ومن ثم ابلود، واضغط هنا على ابلود، انتظر شوية الى ان يتم تحميل هذا المجلد. طبعا ممكن راح يستهلك يعني من الانترنت او يطول وقت المحاضرة، فراح الغي والغاء التحميل. اذا اجي هنا على لوحات، تم تحميل مجموعة من اللوحات بهذا المجلد.
ايضا اذا اجي الى جديد عندي هنا مستندات جوجل. طبعا مستندات جوجل مهمه جدا، اذا انا بحاسبتي ما بيها اوفيس اقدر اضغط على مستندات جوجل بشكل مباشر، انا اقدر افتح برنامج وورد واتعامل وياه بشكل سهل وبسيط. مثل ما تلاحظون نقدر نتحكم به بالالوان، وطبعا نقدر نتحكم بكل هاي الامور، وايضا عندنا تعديل وعرض وادراج، ونقدر طبعا نضيف جدول ونتحكم بهذا الجدول. ايضا طبعا عندنا نضيف ملفات، يعني كلش مهم، نفس تقريبا برنامج الوورد وسهل جدا استخدامه. ايضا اذا انا ما عندي اوفيس اقدر مثلا استخدم اكسل، عندنا هنا برنامج اكسل وطبعا بادوات وطبعا اضافات هنا عندنا، وعندنا طبعا ادوات والبيانات، وطبعا نقدر نستخدم الصيغ، يعني مثل ما نلاحظ عندنا هنا 50 وعندنا هنا 100 مثلا، وحبينا هنا نجمع المجموع يساوي الخلية الأولى زائد الخلية الثانية ثم انتر. طبعا هذا برنامج اكسل، هنالك دورات أخرى لتعلم برنامج اكسل، يعني نقدر هنا نستخدم اكسل وورد من دون أن ننصب برنامج اوفيس. أيضا عندنا هنا العروض التقدمية اللي هي برنامج باوربوينت، نقدر نستخدم برنامج باوربوينت من دون أن نستخدم أو ننصب برنامج أوفيس. جيد، طبعا هذه المهمة. عندنا هنا نماذج جوجل أيضا مهمة، نماذج جوجل المقصود بها اللي هي عمل الاختبارات والأسئلة والاستبيانات. مثلا أنا عندي استمارة، وهاي الاستمارة حبيت أجمع بها معلومات من أشخاص، أجي أكتب هنا استمارة تسجيل في الدورة مثلا، هنا أنا أجي أضغط هنا كليك، راح أقول السؤال الأول اللي هو الاسم الثلاثي، راح أطلب الاسم الثلاثي. أريد أضيف سؤال ثاني، أجي على هذا الخيار هنا أنا، وراح يكون مثلا رقم الهاتف. طبعا نقدر من هنا نغير الـ يعني السؤال اللي نريده، راح نختار بعد قليل مجموعة من هذه الخيارات. طبعا هو بشكل عام يعتمد على الذكاء الصناعي، إذا كتبت رقم الهاتف مباشرة راح يعطيك إجابة قصيرة. طيب هنا أنا مثلا عندي الجنس، مباشرة هو شنو راح يسوي؟ راح يغير لي إياها إلى قائمة، راح أختار ذكر أنثى هذا الشكل. جيد، إضافة سؤال مثلا المحافظة أو العنوان، العنوان مثلا ممكن ينكتب هنا بشكل بسيط. بعد ما كملت الأسئلة كلها كملتها، أجي أضغط على هذا الرابط، هذا اللي هو المعاينة، أضغط عليه. طبعا هذه الاستمارة، هذه الاستمارة أخذ الرابط مالته هذا كوبي، يعني أضغط على هذا الرابط كله وأضغط عليه وأختار كوبي وأرسله لأي شخص، راح يملي هاي الاستمارة. بعد ما الشخص يملي الاستمارة، يعني مثلا انا راح اكتب هنا أنا بهاء، نفرض انا الشخص عبد الستار جبار، رقم الهاتف مثلا راح اكتب رقم هاتف عشوائي، الجنس ذكر، العنوان مثلا العراق، ومن ثم اضغط على ارسال. طيب هنا اذا اجي يعني انا هنا عندي هذه المعاينه وهذا الملف اللي انا سويته اللي هو هنا، هسه راح نتعرف شلون اجينا له. يعني انا هنا من اجيت على جديد، نماذج جوجل طلعت لي هذه، هذه بعد ما كملت صممت الاسئله والاستماره ضغطت على هذه العين طلعت لي هذه، هذا الجزء اللي هو نفسه اللي راح اني ارسله للاشخاص اللي اريدهم يملون الاستماره. شخص ملى الاستماره راح تظهر لي هنا الردود، مثل ما نلاحظ هنا الاسم الثلاثي بهاء، رقم الهاتف، الجنس، مثلا شخص اخر مثلا علي محمد كاظم، رقم الهاتف مثلا شيء عشوائي ذكر، او مثلا ممكن نختار انثى فاطمة محمد علي انثى مثلا، وطبعا هذا الرقم. بعد ما نختار مثلا العراق ارسال، الاحظ هنا صار عندي اثنين، عندي هنا بهاء وعندي فاطمة، عندي هنا الجنس ذكر وانثى، طبعا راح يقول لك هنا اعدادات 50% ذكر 50% انثى وهكذا تفاصيل. ايضا بامكانك انه تضغط على هذه علامة الزائد، هذه اللي هي الخضراء، اضغط عليها واسميه مثلا استمارة، راح يحول لك هاي الاستمارة الى ملف
اكسل، وطبعا هذا ملف اكسل راح يعني يسوي لك اياه، راح يعطيك كل التفاصيل اللي سجلوا على شكل ملف اكسل. تقدر انت طبعا من ملف تسوي له تنزيل وتحفظه حتى يتم استخدامه لاحقا. طيب طبعا الواجب الاول تعمل استمارة بهذا الشكل، وطبعا تكتب هنا اسمك، هنا بمكان استمارة تسجيل تكتب اسمك مثلا بهاء عبد الستار، محمد علي، وهكذا، وتلتقط صورة لهذه الاستمارة، وطبعا نضيفها ويا الواجبات على مود ترسلها حتى تحصل الشهادة. الواجب الثاني هو راح يكون على جيميل، يعني بعد ما ترسل رسالة. الواجب الثاني طبعا هو تجي إلى إنشاء، وطبعا تكتب رسالة هنا إلى، تكتب اسمك الثلاثي أو تكتب أي بريد إلكتروني بريدك، هنا الموضوع تكتب اسمك الثلاثي يعني مثلا بهاء عبد الستار، وتكتب هنا الواجب الثاني. طبعا هذا هو الواجب الثاني، تلتقط صورة لهذه المنطقة وطبعا ترسلها مع الواجب الأول. طيب الآن بعد ما كملنا من الاستمارات راح أخرج في هذه المنطقة، راح أرجع إلى الأرشيف. عند ما أجي أفتح الجوجل درايف، يعني هذا عند ما أجي هنا أضغط على الدرايف بعد ما أنا مسوي تسجيل دخول، هذه هي الطريقة. راح أشاهد عندي مجموعة من المجلدات، عندي هنا أرشيف بهاء، وعندي هاي الاستمارة ملف الأكسل اللي أنا سويته، أجي أضغط عليه أقدر أفتحه. وعندي هنا النموذج، هذه نموذج بدون عنوان، طبعا نقدر احنا من خلال نعدل على الاستمارة اللي احنا سويناها واللي صممناها. طيب باختصار هذا هو طبعا جوجل درايف، يعني عندنا هنا المزيد مجموعة من الأمور ما أعتقد راح نحتاجها، يعني أعتقد هذه الأمور كافية. طبعا عندنا هنا طبعا الترجمة، ترجمة مهمة جدا، نقدر من خلال هذه الترجمة نترجم، يعني مثلا ممكن عندنا نترجم من العربية كتاب مثلا إلى الإنجليزية، اختار فراح يعطينا مجموعة من الترجمات. هنا طبعا عندنا book, work مثلا, school. أيضا عندنا نطق هنا، إذا عندنا كلمة نحب نتعلم يعني نطقها book book. جيد، نقدر هنا ناخذها كوبي، نحب نوديها الى مكان اخر، نسوي لها مشاركه وهكذا. طبعا نقدر نعكس العمليه، عندي بوك واريد اترجمه الى كتاب مثلا، عندي مثلا سكول، طبعا لازم نغير انجليزي، مثلا عندي سكول، سكول هنا مباشره راح يترجم لي اياها الى العربية. أيضا عندي هنا مستندات، بإمكاني أنه عندي ملف PDF إنجليزي وحبيت أترجم هذا الملف بشكل مباشر، راح يترجم لي الملف. طبعا الترجمة بسيطة جدا وسهلة. فيما يتبقى من الخيارات، طبعا جداول البيانات والعروض والكتب هنا هاي كلها احنا تعلمناها. عندنا هنا ايرث، جوجل ايرث، طبعا هذا جوجل ايرث عبارة عن خريطة للكرة الارضية من القمر الصناعي، بامكاني انه يعني انتظر قليلا حسب سرعة النت راح يظهر لي الكرة الارضية من القمر الصناعي، وبامكاني انه اتصفح بالكرة الارضية. طبعا هنا أنا اقدر اتحكم ادور الكرة الارضية، اشوف اني وين، احنا مثلا هنا أنا في الوطن العربي بهذه المنطقة، نشوف العراق، هذا هو العراق، طبعا نكبر بهذا الشكل، وبامكاننا نختار مثلا بغداد ونكبر، ايضا بامكاننا انه نصغر من خلال الرولة. طبعا بجزئية جميلة، عندي هنا أنا المجر او الرولز، هذه هي المسطرة، مثلا حبيت أقيس المسافة ما بين بغداد والحلة، فأجي أضغط هنا كليك، وإلى هذه المنطقة راح يعطيني 95 كيلو. أو مثلا أريد أقيس المسافة ما بين أربيل والبصرة راح يعطيني 750 كيلو تقريبا، فجميلة جدا. يعني مثلا حبيت أقيس المساحة
ما بين مثلا الموصل، أو حبيت أقيس المساحة من أقصى العراق إلى أقصى العراق، من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إلى الخليج، 900 كيلومتر تقريبا أو 980 كيلومتر تقريبا. ميزة جميلة جدا ممكن نقيس بها المساحات. هذا فيما يخص جوجل إيرث وطبعا الترجمة. عندنا بعد عندنا هنا البلوجر. البلوجر ان شاء الله راح يكون له دوره خاصه به، اللي هو من خلاله نقدر ننشئ مواقع الكترونيه وطبعا او مدونات ونضيف بها المقالات الخاصه بنا. ايضا هنا عندنا السفر وجوجل وان، طبعا هذني قليلات الاستخدام، اكثر شيء احنا شرحناه هن استخدامهن الاكثر. هذه المحاضره مهمه جدا وطبعا بسيطه وضروريه، وإن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.